ليث البدري حذ خيل. حداية الخيل منركب حديد للحصان، اوكي، بنحمي الحافر تبعه من اي شيء يصير عنده ضرر فيه. بلشت بمهنة الحدو انا عمري 20 سنة تقريبا. هاي المهنة كثير حساسة، ممكن اي غلط صغير مني، طريقة معينة، بردة، غلط، ممكن انا اذي الحصان لفترة من الزمن، يوقف الحصان بالبوكس ما يقدر يشتغل. ما بتقدري انت تتخيلي كمية الضغط والجهد اللي احنا بنعمله للحصان. يعني انا ممكن احدي حصان اقعد فيه ساعتين ثلاث، شغلة مش سهلة ابدا ابدا ابدا، مش سهلة وكثير متعبة. خطوات الحدي، بناخذ الحصان بنفك عنه الحديد، بنعمل قص للحافر، بنعمل له برد، بنسخن الحديد على الفرن عشان نعمل الشكل المناسب لكل حافر، لأنه كل حافر بيختلف عن الثاني. بعدين بنركب الحديد بالإجر الحصان، بنثبتها بمسامير، وبنعمل يعني التجهيزات الأخيرة للخيل، وبكون هيك أموره تمام. لما تتعامل أنت مع الحيوان لفترة زمنية طويلة، بصير بينك وبينه هيك في شعور، تحسي حالك تحكي معاه بلغة بينك وبينه ما حدا بيفهمها بالعالم كله. بعد ما أخلص الحصان وأشوف كيف تغير الحصان من بداية ما جابولي إياه أحديه، ولما انتهيت من الشغل، هاي قمة سعادتي بتكون، إني بشوف تغيير، بحسه مبسوط، هيك بتطلع لي إنه بيقول لي شكراً، أنت ساعدتني. هي ما في كثير عالم بمجتمعنا العربي، إحنا بنحكي بشكل عام، ما في كثير عالم حذيين للخيل، يعني أغلبية الحذيين بيكونوا أجانب. من ناحية إنها مجدية، هي مجدية بالنسبة لإلي، هي مجدية فيها يعني فلوس، بس أنا بحب هذا الإشي، مش بحبه لأني بستفيد منه ماديا قد ما أنا بحب أتعامل مع الخيل. يعني ما عندي مشكلة أضلني 24 ساعة مع الحصان، أنام بالإسطبل، أعيش بالإسطبل، ما عندي مشكلة.